الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين زين العابدين؟ فيقوم ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يخطو بين صفوف العباد. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول جوانب من سيرة الإمام أبي الحسن وأبي الحسين علي بن الحسين زين العابدين المعروف بالسجاد صلوات الله وسلامه عليه. تنقسم حياة الإمام بحسب هذا البحث إلى قسمين: القسم الأول يبدأ من أيام ولادته إلى ما بعد معركة كربلاء وعودته إلى المدينة، والقسم الثاني يبدأ من بعد عودته إلى المدينة ويستمر إلى حين شهادته سلام الله عليه. ونتعرض في هذا الوقت إلى القسم الأول ونرجع القسم الثاني إلى وقت آخر. الإمام زين العابدين عليه السلام ولد في سنة 35 للهجرة أو 38 للهجرة على الخلاف بين المؤرخين، بعضهم استقرب أيضا 36. واستشهد سنة 95 للهجرة مسموما في المدينة على يد والي المدينة من قبل الأمويين، كما هو المعروف بين مؤرخي أهل البيت عليهم السلام. بناء على أنه في سنة 35 أو 36 ولد، يكون حين شهادته ما بين 59 إلى 60 سنة له من العمر، وبناء على أنه في سنة 38
سيكون ما بين 57 إلى 58 سنة، وبذلك يقترب في عمره بناء على هذا النحو الثاني من عمر أبيه الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. والدة الإمام كما هو المعروف بين المؤرخين هي شهربانو بنت الملك يزدجرد. بعض المتأخرين من الدارسين للتاريخ يشككون في كونها بنت الملك، يقولون هناك امرأة من علية القوم من فارس اسمها شهربانو هي زوجة الإمام الحسين عليه السلام، ولكن لم يعلم أنها بنت الملك. هذا الرأي مخالف لمشهور المؤرخين بين السنة والشيعة، لكنه موجود أيضا. الرأي المشهور ينقلون هذه الرواية عند السنة وعند الشيعة: فتحت فارس وهزم جنود الفرس، وعلى جار العادة في تلك الحروب كان يؤسر من الرجال والنساء من كان في المعركة، فأخذت قسم من النساء أسيرات كن في هذه المعركة، من بينهن كما تقول هذه الرواية ثلاث بنات لملك ذلك الزمان يزدجرد، وجيء بهن كما باقي النساء والأسارى إلى المدينة مركز الخلافة والحكومة. فأمير المؤمنين عليه السلام نظرا منه إلى أن توجيهات الإسلام تقضي بإكرام أصحاب الكرامة، ارحموا ثلاثا وحق لهم أن يرحموا، غني افتقر من بعد غناه، وعالم ضاع بين جهال، وعزيز قوم ذل. وأساسا الدين هو يريد يرفع الإنسان من الذلة إلى العزة، من الفقر إلى الغنى، من الحاجة إلى عدم الحاجة، يعطيه لشخصية. فهذا إذا كان في الأصل عند الشخصية وناشئ من مناشئ معقولة، لا يأتي الدين حتى يحطمها ويكسرها. نعم، لو كانت الشخصية مبنية على الظلم وعلى الانحراف لا مانع من تحطيم هذه الشخصية، لأن مصادرها مصادر غير صحيحة. فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام ذكر أمرا في ذلك المكان بحسب هذه الرواية ينتهي إلى أن بنات الملوك لا يبعن ويشترين، مو مثل بقية النساء المسبيات، وإنما ينظرن إلى من يخترنه من المسلمين فيكن أزواج زوجات إلى تختار هذا تصير زوجته وتصير من نصيبه في الغنيمة. الرواية تقول أن الأولى أشارت إلى الإمام الحسين عليه السلام وهي شهربانو أم زين العابدين فيما بعد، أختها أشارت إلى عبد الله بن عمر، والثالثة أشارت إلى محمد بن أبي باكر. فصارت هذه الثلاث زوجات لهؤلاء الثلاثة، وبعد ذلك أنجبت شهربانو للإمام الحسين عليه السلام الإمام زين العابدين، وتوفيت في نفاسها به، يعني لم تبقى لكي ترضعه أو تربيه، وإنما ماتت بعد أن ولدت هذا الإمام العظيم.
هنا قبل أن نتجاوز إلى موضوع آخر نلفت إلى قضية، وهي أننا سنلاحظ أن الإمام الحسين عليه السلام ثم نفس الإمام زين العابدين عليه السلام وبقية الأئمة تزوجوا من زوجات غير عربيات. وإذا رحنا إلى ما بعد زمان الإمام الصادق عليه السلام سوف نجد أن كل أمهات الأئمة عليهم السلام كن غير عربيات، وممن يطلق عليهم من أمهات الأولاد. هذا المصطلح خلي عندك، بعد شوية راح أرجع إليه. ليش هذا الأمر صار؟ إحنا نعتقد أن هذا أمر مقصود من قبل أهل البيت عليهم السلام، مو شيء مصادفة، وإنما شيء متعمد ومنتبه إليه. لماذا؟ الإسلام جاء ضمن قوانين جديدة، ضمن ثقافة جديدة مخالفة في كثير منها لما كان سائدا عند العرب، ومن ذلك مسألة الاعتزاز القبلي والقومي التي كانت متضخمة عند العرب إلى درجة أنها كانت تسبب الحروب والقتال. يعني على أثر الافتخار بالجهة القبلية لي عليك أنت تجد مبرر أن تقاتلني، ويا ما صار حروب وقتال على أثر شنو؟ التفاخر بالأصول القبلية لهذه القبيلة والعشيرة في مقابل تلك القبيلة. إجا الدين، جاء النبي صلى الله عليه وآله بمجموعة من القوانين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، المؤمن كفء المؤمنة، المسلم كفء المسلمة. قام أيضا بأعمال هو تعمدها النبي صلى الله عليه وآله، مثلا قام بتزويج زينب بنت جحش وهي بنت عمته، وفي المستوى القبلي والاجتماعي تعتبر زينب بنت جحش في الطبقة الأولى، بينما زيد ابن حارثة اللي زوجها إياه زوجها لزيد، هذا يعتبر في السلم الاجتماعي آنئذ من الدرجة المنخفضة، لأنه كان قد بيع أسرة وبيع وكان عبدا لخديجة فأعطته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله أعتقه، فهو في الأساس حسب التعبير مستعبد. وثانيا درجة عائلة الاجتماعية كانت واطئة ومنخفضة. النبي صلى الله عليه وآله جاء وزوج زيد ابن حارثة اللي هو في الأساس كان مستعبد وأسير ومن عائلة مستواها الاجتماعي منخفض، إلى زينب بنت جحش التي هي بنت عمة النبي وفي أعلى درجات السلم الاجتماعي. الإمام الصادق عليه السلام يقول لماذا فعل ذلك؟ قال ليتضع النكاح، يعني في الزواج بعد لا الزوجة تشمخ بأنفها على زوجها لأنها بنت فلان وجدها فلان وجد جد أبوها فلان وفلتان، ولا العكس أيضا أن الأب أن الزوج يفتخر عليه، لأن هذول ما لهم شغل فيها. يعني أنت تفتخر بشيء أنت محصله، أنت إنسان عالم، أنت إنسان ثري، أنت إنسان مؤمن، أنت إنسان كذا، لو افتخرت إليها مجال. أما أنا أفتخر لأن جدي السابع عشر كان كذا وكذا، شنو هذا المعنى؟ فإجا وكسر هذه الحالات، زوج الذلفاء بنت عبيد إلى جويبر. جويبر كما يذكرون واحد من الناس الفقراء، كان يسكن في الصفة، الصفة مثل ملحق كان في المسجد مغطى،
الناس اللي ما عندهم عائلة حسب التعبير مقطوع من شجرة ما عنده أحد يسكن وياه، والناس اللي ما عندهم أموال يصرفون حتى أكل يومهم ما عندهم يروحوا يجلسون في هذه الصفة وينتظروا أن الله يفتح عليهم بشيء. وكان هذا جويبر حسب ما يذكرون أننا لما أنقل مو في صدد الاستهانة وإنما في صدد فقط الشرح، وكما وكان من قباح السودان، يعني من الناحية الشكلية أيضا ما كان مقبول المنظر، فلا هو عنده ثرى ولا هو عنده أصل ولا هو عنده عائلة ولا عنده أيضا جمال شكلي. زوجه الذلفاء بنت عبيد من بني بياض كما يقولون، وهي من أجمل النساء، وأبوها يعد زعيم عشيرة. ليش الإمام، ليش النبي سوى هكذا؟ من أجل أن يكسر هذه العقلية، عقلية أن أنا من قبيلة فلان ومن عشيرة فلان وبالتالي أنا أفضل وأكبر وأحسن من عندكم. مع الأسف طبعا في يعني بعض مجتمعاتنا العربية والمسلمة إلى الآن هذا موجود، يعني يقول لك أنا قبيلي وأنت خضيري حسب التعبير، أنا من البادية وأنت من سكان المدن، درجتك نازلة، أنا أعرف فخوذ اللي طلعت منها وأنت ما تعرف هذه، أنا من بني فلان وأنت لا، ما عندك من بني كذا. طيب، وصار حوادث في بعض بلادنا اللي فصل بين الزوج والزوجة المنسجمين والمتفاهمين وعندهما أولاد بناء على أنه واحد قال ترى هذولا مو متكافئين في النسب، هذه من قبيلة البنت وذاك مو من قبيلة، إذن لابد أن يفسخ النكاح. فأنت ترى أنه عصمة من العصم الإلهية وميثاق غليظ وهو ميثاق الزواج والنكاح الشرعي يبطل، وتصبح الزوجة مطلقة والطفل أو الأطفال يصيروا بلا أسرة لأجل أن واحد قال هذا ماكو تكافؤ في النسب بين الزوج والزوجة بعد الزواج. إذا قبل الزواج مثلا افترض يمنع حصول الزواج، أما بعد الزواج يصير إلى بحيث يفسخ النكاح ويطلقان، هذا موجود. طيب، الأئمة عليهم السلام والنبي قبلهم أرادوا أن يكسروا هذه الحالة المتخلفة العصبية عند العرب، فبدأوا بالزواج في غير العربيات، أصلا مو عربية، إذا عربية بس ما عندها قبيلة مهمة، لا مو عربية في الأساس اللي تعتبر عند هؤلاء في مرتبة دانية. ولذلك يقول المؤرخون كان الناس يرغبون عن استيلاد غير العربيات، يعني حتى إذا يتزوج واحدة غير عربية ما ينجب منها أولاد، بس يتخذها مثلا للزواج والمتعة، أما يجيب منها ولد ويصير ولد فلانة اللي هي غير عربية لا. حتى ولد علي بن الحسين زين العابدين، زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ورأوا فيه من النجابة ورأوا فيه من السمو ما شوقهم إلى استيلاد غير العربيات من النساء. طيب، فهذا في أول ولادة الإمام عليه السلام كان اختيار مثل هذا الأمر، وإن جاب الإمام الحسين عليه السلام منها زين العابدين وهو الإمام المتفق على جلالته عند الفريقين وعلى تقواه وعلى علمه عند الفريقين من السنة والشيعة، هذا كان منشأ الإمام عليه السلام ومبتداه في ولادته من هذه المرأة. هل كانت بنت يزدجرد أو لا؟ هذا محل بحث تاريخي الآن لا نريد أن نتعرض إليه. القدر المتيقن أن أمه كانت من بنات الفرس لم تكن عربية، والإمام الحسين عليه السلام تزوجها وأنجبت هذا
الإمام، وكان ذلك فاتحة لرغبة الناس في أن يستولدوا غير العربيات، إذا كانت غير العربيات تنجب مثل زين العابدين سلام الله عليه. عاش الإمام عليه السلام يفترض مع أبيه، مع جده علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ما بين سنتين بناء على أنه سنة 38 أو 4-5 سنوات بناء على أن ولادته قبل ذلك، لأن الإمام علي استشهد سنة 40 للهجرة. وبعد ذلك عاصر الإمام الحسن عليه السلام إلى سنة 50، يعني عندما استشهد الإمام الحسن يكون عمر الإمام السجاد ما بين 12 سنة إلى 15 سنة، عاش فيها ورأى وشاهد، وهو كان في سن يستطيع أن يقيم ما يحدث حول الإمام الحسن عليه السلام من قضايا ومسائل. وعاش بعد ذلك مع أبيه الحسين عليه السلام إلى أن صار عمره قريب من 25 إلى 26 سنة، حيث استشهد الإمام الحسين سنة 61. ولهذا يقال لأخيه علي الشهيد الأكبر، لأن علي الشهيد في كربلاء لما استشهد كان عمره 28 سنة، والإمام السجاد بين 25 إلى 26 سنة، ولذلك يكون ذاك الشهيد هو الأكبر بالقياس إلى الإمام السجاد عليه السلام. له أولاد كثير الإمام زين العابدين، قيل أن لديه 12 ولدا، 9 أولاد وثلاث بنات، منهم وأهمهم الإمام الباقر محمد ابن علي الإمام، وهو من ابنة عمه الإمام السجاد، تزوج ابنة عمه الحسن اسمها أم عبد الله، وهي أم الإمام الباقر سلام الله عليه. وولده الآخر بعد الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الباقر كان مبشر به من قبل النبي صلى الله عليه وآله، لجابر تحدث، لغيره أيضا عرف بالباقر قبل ولادته نظرا للأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المعنى. وللإمام السجاد أيضا الولد الآخر زيد الشهيد، أم زيد الشهيد جارية أهداها المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، صاحب الثورة المعروف الذي طرب بثارات الحسين بعد قضية كربلاء، كان قد أهدى للإمام زين العابدين عليه السلام جارية، وكانت هذه الجارية هي أم زيد بن علي الشهيد. زيد الآن تنتمي إليه فئة الزيدية، زيدية أكثرهم موجودون في اليمن الآن في هذا العصر، وهم أصحاب مذهب فقهي. وفي الأصل كان زيد اللي استبشر الإمام السجاد بولادته، وقيل إنه فتح القرآن الكريم لكي يسميه 3 مرات، فظهرت الآية فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فقال هو والله زيد. وهذا زيد فيما بعد صار ثائر ضد الحكومة الأموية واستشهد، وكان يدعو إلى الرضا من آل محمد، فقيه من فقهاء أهل البيت الكبار، وقد مدحه الإمام الصادق عليه السلام، قال إنه دعا إلى الرضا من آل محمد ولو ظفر، يعني لو انتصر على الأمويين لوفى بما دعا إليه، يعني كان يسلم القيادة حتى الخارجية إلى الإمام الصادق عليه السلام. والإمام الصادق كان يذكره فيمدحه، وكفل نساء وأطفال الذين استشهدوا مع زيد، يعني لما استشهد جماعة مع زيد بقيت خلفهم نساء وأطفال، فكان الإمام الصادق عليه السلام يعطي أموالا لهذه العوائل لكي تدير أمور أنفسها خلال هذه المدة.
فكان هذا نوع أيضا من إبراز التأييد والثناء على عمل زيد بن علي الشهيد رضوان الله تعالى عليه. غير الإمام الباقر، غير الإمام الباقر باقي الأولاد، ومنهم زيد، ومنهم الحسين بن علي بن الحسين، وباقي الأولاد يقال هم من أمهات الأولاد. هذا المصطلح لعل البعض عندما يقرأ في التاريخ أو في سيرة الأئمة يمر عليه، أنا أفتحها بشكل بسيط حتى يكون الإنسان على بينة. عندنا في النكاح قسمان: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. طريقتان تحل بها المرأة للرجل. الطريقة الأولى هي طريقة الزواج، يمهرها الإنسان مهرا ولا بد فيه من العقد وشروطه المعروفة اللي الآن هو الدارج والرائج بين الناس جميعا. أكو طريقة كانت موجودة في تلك الأزمنة نظرا لوجود عدد كبير من الجواري اللاتي كن يبعن ويشترين، يعني كانوا ينباعوا وينشروا في السوق. طيب، فهذه بمجرد شراء الجارية من السوق كانت تصبح ملكا للزوج فيستطيع مقاربتها، فإذا قاربها وحملت وولدت صارت أم ولد يسمونها، سواء كان ولد يعني ذكر أو أنثى ماكو فرق. فإذا توفي والد هذا الولد أو مالك هذه الجارية، هذه المرأة تصبح حرة تنعتق، لا تبقى مملوكة لأحد، فيقال لها أم ولد، يعني متحررة بعد ما كانت مملوكة إذا توفي زوجها وكانت قد ولدت له ولدا ذكرا أو بنتا. هاي يقال له أم ولد، يعني تؤخذ بملك اليمين، يقاربها، تحمل، تضع، فإذا وضعت وتوفي زوجها بعد ذلك تصبح حرة لا تعود مملوكة، وهي من الطرق التي قننها الإسلام للقضاء على موضوع استمرار الرق. أي واحد إذا اشترى جارية وواقعها وحملت ووضعت ثم توفي خلاص أوتوماتيكيا تنعتق، قهرا تنعتق وتصبح حرة. الأئمة عليهم السلام كان عندهم من هذا القبيل، وأيضا كانوا يريدون بمثل هذا العمل أن يكسروا تلك الحالات. والإمام زين العابدين عليه السلام سوى هالشكل. شيء ينقل أن الإمام زين العابدين عندما كان عنده إحدى الجواري اشترى جارية وأعتقها، أول شيء أعتقها ثم تزوجها بعقد، لأن هذا يصير وذاك يصير، يصير واحد أن يأخذها بملك اليمين ويقاربها، ويصير أنه يأخذها ويعتقها يقول لها أنت حرة لوجه الله، فتصير امرأة حرة آنئذ يخطبها ويعطيها مهرا. في الحالة الأولى ما يعطيها مهر، هي ثمنها اللي اشتراها به هو كأنه مهر. فالإمام زين العابدين عليه السلام سوى هذا. واحد من الجواسيس لعبد الملك بن مروان رفع إليه رسالة أنه ترى فلان سوى هالشكل شيء. طيب، يعني تزوج جارية، فذاك ينتظرها يأخذ يعني انتقاد ونقطة ضعف عليه، فأرسل إليه رسالة أنه بلغني أنك تزوجت جارية من الجواري ما تعرف أصلها فصلها، وكان في نساء قومك من تمجد به في الصهر وينتجب لك في النسب. ليش سويت هذا؟ مو مناسبة من عندك؟ أكون نساء كثيرات اللي أنت إذا تصاهرهم تصاهر نساء
أشراف، وأيضا عندما ينجبنا ينجبنا أولادا مثلا نجباء وعلى مستوى عالي. وهذه نفس العقلية السابقة اللي حاربها النبي صلى الله عليه وآله، وإجا الإسلام قال المؤمن كفو المؤمنة، فرد عليه الإمام زين العابدين عليه السلام قال له أنت بلغك هذا الكلام؟ وأنا أول شيء انتقد قضية التبليغ، شنو ليش واحد يبلغك؟ مو قضية أمن قومي حسب التعبير حتى تحتاج أن يبلغك والله فلان تزوج وفلان ما تزوج. طيب رفع إليك من يرفع السوء، ذول الجواسيس. ثم إنه كانت لدي جارية أعتقتها طلبا لما عند الله، حررتها في سبيل الله، ثم تزوجتها على سنة الله وسنة رسوله، هذه أصل القضية. وثانيا إن الله قد رفع بالإسلام الخسيسة وأكمل به النقيصة. ليش بعدك باقي ضمن الإطار الجاهل السابق؟ ما دامت امرأة مسلمة فهذه ما فيها نقص، ما فيها خسة، ما فيها دناءة. وأنا عندما تزوجته وأنا من علياء قريش ما قاعد أتفضل عليها، لأنه المؤمن كفو المؤمنة. فلما وصل الجواب إلى عبد الملك ابن مروان قال هي ألسن بني هاشم، ما وضع الناس شيء إلا وارتفع به هؤلاء. يعني هذا الشيء اللي يعد من النقائص عند آخرين عند هذولة يعد شيء من الشرف والميزة. وبالتالي الإمام عليه السلام مع شرفه الظاهري ونسبه العائلي لكن يقدم أحكام الدين على مثل هذه الأمور، ويروح يتزوج حتى مثل هذه الجارية التي يعتقها ويحررها في سبيل الله. فإذا الإمام السجاد عليه السلام كان يصنع هذا متعمدا لأجل أن يرسي هذه الحالة من المساواة الدينية. نص على الإمام عليه السلام بالإمامة من قبل أبيه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أكو بعضها إشارات مثل ما ورد وقرأناه في الحديث عن رسول الله محمد. أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد عن الله أين زين العابدين، فيقوم ولدي علي بن الحسين ابن أبي طالب يخطر بين صفوف العباد. هذا يعني زين العابدين على وجه الإطلاق، ماكو واحد أزين منه في العبادة. طبعا احنا لازم نستثني مثل النبي صلى الله عليه وآله ومثل علي بن أبي طالب اللي هو نفس الإمام السجاد عندما كان ينظر إلى عبادة علي بن أبي طالب يتأفف ويقول من ذا يقدر على عبادة علي بن أبي طالب. بس هذا كان في زمانه هو النموذج الأرقى والأعلى، وهذا إشارة من الإشارات. مثلا الوصية له عندنا في الرواية أن الإمام الحسين عليه السلام عندما أراد أن يخرج من المدينة سلم الكتب والوصية إلى أم سلمة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه امرأة فاضلة جدا، امرأة كانت على خط الولاية قريب من 35-36 حديث في فضل علي بن أبي طالب وفي ولايته وفي مناقبه ينتهي سندها إلى أم سلمة، وكان موقفها موقفا مشرفا في ولايتها لأمير المؤمنين عليه السلام، حتى أنهم ذكروا أنها أرسلت إلى الإمام علي عليه السلام لما أراد أن يخرج إلى حرب أهل الجمل بعدما نصحت بعض نساء النبي، أرسلت إلى الإمام علي عليه السلام تخبره بأنه أكو ترى تدبير في هالشكل، ولولا أن رسول الله ولولا أن الله أمرنا بالقرار فقال في كتابه وقرن في بيوتكن، ونهانا رسول الله عن الخروج لكي لا نرفع سترا ستره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ما القرآن قال لنا قرن
ونومان نبي نهانا عن الخروج هنا وهناك، لأحببت الخروج معك وفي ركابك، يعني علي بن أبي طالب، ولكنني باعثة إليك بفلذة نفسي وكبدي ابني عمر. عمر ابن أبي سلمة، يعني ولدها من زوجها السابق أبو سلمة أو عبد الأسد اسمه المخزومي، كان زوجها قبل رسول الله، النبي تزوجها وعندها أولاد. طيب فتقول له لو ما كان هذا أنا كنت أحب أطلع، ولكن ما أقدر أطلع لما أمرنا في القرآن بالقرار ونهينا بلسان الرسول عن الخروج، لكن أنا أبعث ابني اللي هو فلذة كبدي لكي يكون معك وفي ركابك. وأوصت ابنها خير وصية للدفاع عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهي بقيت محافظة على خط الولاية إلى أن توفيت بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام في حوالي سنة 62 هجرية أو نهاية سنة 61 هجرية. فالإمام الحسين عليه السلام حين خروجه سلم إليها الكتب ووصية وقال لها إذا جاءك أكبر ولدي وطلبها منك فأعطها إياه. أكبر ولد الإمام كان هو علي بن الحسين الأكبر الشهيد، لكن استشهد في كربلاء، وحتى لو بقي ما يدري أن هناك وصية عند أم سلمة، وهذه كانت من علائم الإمامة. فلما رجع الإمام زين العابدين عليه السلام وهو الأكبر من أولاد أبيه، لأن الأكبر استشهد، بقي علي السجاد، جاء وطلبها من أم سلمة وسلمتها إليه، وكان هذا من علائم إمامته. بالإضافة إلى ذلك هو الذي على المشهور تولى تجهيز أبيه. وعندنا من العلائم على الإمام التالي أن الإمام التالي هو الذي يتولى أمر الإمام السابق. وبقي الإمام علي بن الحسين عليه السلام مع أبيه الحسين إلى أن صار قضية كربلاء. وفي كربلاء تعلمون أنه اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون الإمام مريضا. بحسب بعض الروايات اللي تاريخية نقدر نستفيد أن نوعية مرض الإمام زين العابدين عليه السلام كان ما يسمى في هذا الزمان بمثل حالة جفاف، يعني الإنسان يفقد سوائل من البدن فيضعف إلى حد أنه لا يستطيع أن يمارس فعاليات من النشاط والحركة والقتال. بعض الروايات تشير إلى أن مرض الإمام زين العابدين عليه السلام كان شيئا شبيها بهذا، طيب، ولذلك كان معذورا من القتال، لأنه لو كان صحيح البدن قادرا على القتال كان يجب عليه الدفاع عن الإمام المعصوم، لازم أن يقدم نفسه، أنا إذا ويا النبي لازم أفدي النبي، إذا ويا الإمام لازم أفدي الإمام وأضحي في سبيله، لأنه هو الذي ينبغي أن يحافظ عليه. فالإمام السجاد عليه السلام لو كان صحيح البدن كان عليه أن يستشهد، وإذا استشهد انقطع خط الإمامة فيما بعد. الإمام الحسين يستشهد وهذا أيضا يستشهد، ماكو إلا مثل الإمام الباقر عمره سنتين، هذا لا يمكن في مثل ذلك العمر في تلك الظروف أن يمارس مهام الإمامة. لذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون مريضا حتى يبقى على قيد الحياة ويواصل المشوار. ولهذا بالفعل واجه الخط الأموي في الكوفة، خطب أمام ابن زياد، خطب أمام أهل الكوفة خطب وضح فيها حق أبيه وحق آبائه الطاهرين، ووقف أيضا في الشام كثير من الحوارات مع رجل شامي، مع عامة الناس، وأيضا مع يزيد ابن معاوية في ذلك المجلس. وكلكم تسمعون هذه القصة التي تشير إلى ما قام به الإمام عليه السلام عندما أوقفوهم على باب قصر الإمارة. مدة من الزمان مبالغة في الإهانة والإيذاء، ثم ربطوهم بالحبال.
يعني وهم على ظهور النياق ما كان ولا ما كانوا مربوطين ببعضهم، ولكن لما أرادوا الدخول على يزيد بن معاوية ربطوهم بالحبال، النساء، الأطفال، الإمام زين العابدين عليه السلام، هذا الحبل يلتف حول رقبته، ذاك حول يديه، وانت تصور المشهد الذي كان. هذول سيدات النبوة مخدرات الرسالة، وإذا بهن يمشين مقيدات مربوطات في الحبال، وأخذوا هكذا دفعا إلى ديوان يزيد بن معاوية. لما دخلوا على هالحالة التفت الإمام زين العابدين إلى يزيد وقال له: يزيد، ما ظنك برسول الله لو يرانا ونحن على هذه الحال؟ شنو كان يقول النبي وهو يرى نساءه وبناته على هذه الحالة مربوطات ذليلات مشتكيات؟ فأمر اللعين بالحبال فقطعت، ثم بدأ يتهجم على أهل البيت عليهم السلام. الإمام زين العابدين استأذن، قال: أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأقول كلاما لله فيه رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب؟ رفض يزيد، أصر علي، من حضر أصر على يزيد، ما قدر ما يصنع هذا الغلام؟ الآن والده مقتول، هو جاي متعب ومحرج أمامها الجمع، هذا شنو يقدر يسوي؟ فقال: إنه من أهل بيت زق العلم زقا، لئن صعد هذه الأعواد لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان، ما زالوا به حتى أذن له بأن يخطب. فبدأ الإمام عليه السلام مبينا نسبه وحسبه، قال: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق، يعني الإمام علي عليه السلام، ومنا الصديق ومنا الطيار، ومنا سيدة النساء، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من اعتمر ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الرداء، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من عرج به إلى السماء وصلى بملائكتها مثنى مثنى. أيها الناس، أنا ابن من دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي الأعلى. أيها الناس، أنا ابن محمد المصطفى. أيها الناس، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من كان عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل، أنا ابن صالح المؤمنين، أنا ابن من بايع البيعتين وهاجر الهجرتين، أنا ابن من طعن برمحين وقاتل بسيفين، أنا ابن صالح المؤمنين، أنا ابن تاج البكائين، أنا ابن فارس بدر وحنين، ذاك جدي أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. إلى الآن عرف الناس أن هذا من ذرية رسول الله وأنه ابن علي بن أبي طالب، لكن لم يعلموا هل هو ابن الحسن أم ابن الحسين، إلى أن قال الإمام: أيها الناس، أنا ابن المذبوح حتى قضى، أنا ابن المقتول حتى مضى،
عليه ملائكة السماء: أنا ابن من بكت عليه الجن في الهوى، أنا ابن الحسين ابن علي المقتول ظلما، أنا ابن من ذبح ظمأ لم يزل يقول أنا حتى ضج المجلس واختل نظامه، أمر يزيد المؤذن أن يؤذن ليقطع كلام الإمام، قال المؤذن: الله أكبر. قال: كبرت كبيرا وعظمت عظيما. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال الإمام: شهد بذلك لحمي ودمي وعظمي ومخي وعروقي. لما قال المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، استوقفه الإمام والتفت إلى يزيد، قال: يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت إنه جدك فقد كفرت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترته وسبيت نساءه؟ عندها خرج الإمام إلى تلك الخراب. هذا موقف وقفه الإمام عليه السلام. ولزينب موقف آخر في نفس ذلك المجلس، عندما خاطبت يزيد بتلك البلاغة العلوية والفصاحة الهاشمية، يقول أرباب الخبر: كانت هند زوجة يزيد تستمع من وراء ستار. لما سمعت فصاحة زينب وبلاغتها سألت الخادمة أن تذهب لترى من يتكلم. رجعت الخادمة فقالت: المتكلم امرأة يقال لها زينب. قالت لها: ويحك زينب، في النساء كثير، ارجعي واسألي زينب ابنة من؟ رجعت الخادمة وهي تقول: المتكلم زينب ابنة علي بن أبي طالب. رفعت هند يدها، صكت الخادمة على وجهها: قبحك الله، زينب عقيلة الطالبين، مخدرة الهاشميين، ما الذي يأتي بها إلى هذا المكان؟ لما تحققت من الأمر أماطت الستار ودخلت إلى المجلس. قام اللعين يزيد وستر زوجته، بينما زينب واقفة على رؤوس الأشهاد، وكأني بها وهي تنظر إلى هند بلسان الحال: أنا وين؟ وين الدواوي؟ أنا وين؟ وين الدواوي؟ أنا شو أسوي؟ هل عني بعيدي؟ أنا لا عباس يبرالي، يبرالي ولا حسين، يضربوني بنبجي وتهمل العين، تظل عبرتي بصدري تكسر، غدت ربته الأخدار والها أسيرته، تجاذبها البيداء ضحى وظهيرة، وتهتف بالحامل جوار مشيرة: أترضى وأنت الثاقب العزم غيرة؟ يجاذبها حسر القناع يزيد.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.